النهاردة دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قال أنه تم البدء في المشروع القومي للصرف الصحي في القرى بالتعاون مع البنك الدولي في 155 قرية في 3 محافظات، بنتكلم على الشرقية، البحيرة والدقهلية. نعرف التفاصيل لأنه المفترض طبعا دي الخطوة الأولى للخطة القومية لصرف صحي للقرى، والموضوع ده هيتم عرضه على مجلس الوزراء. سيادة الوزير مساء الخير وبرحب بحضرتك. اهلا مساء الخير استاذه لوك. اهلا وسهلا بسيادتك. الحمد لله يا فندم. سياده الوزير، طبعا احنا بنهني وبنبارك على الخطوه دي، لانه زي ما حضرتك عارف وقلت لنا واكدت انه 85% من قرانا بدون صرف صحي، فنتكلم على المشروع، هيبقى مشروع قومي، ايه هتكون بدايته، تمويله، ايه الاجراءات للتنفيذ؟ هو ده حضرتك طبعا يعني ضمن خطه كبيره النهارده الوزاره شغاله عليها، ومش خطة مجرد كلام، ولكن أنا بتكلم على برامج تنفيذية. أيوة. إن شاء الله طبعا جزء من هذه الخطة هو كان مشروع هيتعمل بالتعاون مع البنك الدولي، ده قيمته مليار دولار أمريكي، بناخدهم في صورة قرض ميسر من البنك. إحنا الحمد لله مشينا في الخطوات كلها خلاص يعني، والبنك يعني وافق على كل الخطوات، وهنبدأ بال155 قرية دول كمرحلة أولى. هو المشروع اللي مع البنك الدولي بيغطي 760 قرية إن شاء الله. ده المخطط بتاعنا أو الهدف بتاعنا، إن إحنا نوصل الخدمة ل760 قرية. ال155 دول أول مجموعة منهم. طب الأول يا سيادة الوزير، ال760 قرية تحديدهم على أي أساس والرقم ده نفسه؟ دول لحضرتك اللي هم القرى اللي موجودة في منطقة الدلتا اللي بتلوث، يعني زي ما بنقول أفرع النيل، وبالذات فرع رشيد وأيضا فرع دمياط فيما يخص الفرعين بتوع النيل طبعا. ودول كان اهتمامنا الشديد جدا ان احنا نعمل فيهم مشروع الصرف الصحي عشان طبعا يعني نوقف هذا التلوث اللي بيحصل لنهر النيل. وفي نفس الوقت طبعا بنساهم في يعني عمل هذا المشروع الكبير في 760 قرية. فدول يمكن ده المشروع، لكن جنبا الى جنب مع مشروع البنك الدولي احنا بادين ايضا مشروعات اخرى مع جهات دوليه اخرى، وايضا مع موازنه الدوله، بحيث يبقى فعلا عندنا برنامج قومي كبير ننفذ فيه. زي ما كنت قلت لحضرتك سابقا، ان شاء الله نسرع خطوات توصيل الصرف الصحي لكل قرى الجمهوريه باذن الله. إن شاء الله. الجدول الزمني للتنفيذ يا سيادة الوزير؟ المجموعة دي إن شاء الله حضرتك إحنا يعني بدأنا بالفعل الدراسات الفنية بتاعتهم، كإن إحنا بنعمل تصميمات المحطات والشبكات وكل الكلام ده، بحيث إن المفروض إن المقترح إن شاء الله بيخلصوا خلال سنة إلى سنة ونص على الأقل التنفيذ. تمام. طيب أنا عايزة بقى حضرتك أناقش معاك موضوع عمل طبعا بلبلة وقلق وكلام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تم اقتطاعه واجتزاؤه بخصوص العاصمة الجديدة أو العاصمة الإدارية. يعني برضو أعرف حضرتك إزاي استقبلت الكلام ده، وعشان نقطع الشك باليقين ياريت حضرتك تقولي إيه الخطوات العملية، اتفاقيات التفاهم هل تحولت لعقود، والمشروعات هيتم تنفيذها، هيحصل إيه في الأيام اللي جاية؟ طيب خليني اقول لحضرتك من يعني منذ ان احنا بس الناس يعني طبعا انا عاذر طبعا الناس، المشروع مهم جدا وكل حاجه، لكن احنا من ساعه ما اعلنا منه لغايه النهارده احنا ما كملناش شهر. يعني احنا بالظبط المؤتمر الاقتصادي كان يوم 13، احنا النهارده يوم 10 ابريل. فطبعا انا عارف وانا عاذر الناس مستعجله قوي، ولكن حاجه مشروع بالضخامه دي لما عملنا يعني الاعلان عنه احنا بنكمل دراساتنا، بنكمل مخططاتنا بالكامل عشان نبدا التنفيذ فورا. ايه اللي بنعمله النهارده يعني ثلاث اربع اسابيع دول عشان برضه حضرتك تبقي معانا؟ احنا بدانا طبعا من اول لحظه، خليني اقول الاول ان احنا قلنا هذا المشروع هدفنا ان احنا ننفذه من غير ما نحمل مواجهه الدوله اي اعباء ماليه. وده اللي يعني اللي فخامه الرئيس اكد عليه ريحه، وطبعا يعني حصل نوع من الاكتزاز لما قال ميزانيه الدوله مش هتستحمل المشروع ده. لا، هو قال ان ميزانيه الدوله تصرف على هذا المشروع من ميزانيه الدوله مش من الميزانيه. احنا بنتكلم على قطاع خاص استثمارات اجنبيه وعربيه. بالظبط يا فندم. بالظبط كده يا فندم. فهو ده اللي احنا قلناه، وكل احنا بنؤكد على هذا الموضوع من اول يوم، ان احنا عايزين هذا المشروع ينفذ او يصرف على نفسه بنفسه، وما نحملش موازنه اي اعباء ماليه.
فاحنا اللي شغالين عليه حضرتك بس عشان الناس تحس احنا بنعمل ايه، احنا في خلال الاربع اسابيع دول حضرتك بدا الرفع المساحي المنطقه بالكامل عشان نبدا نشتغل عليها. بدانا عملنا التصميمات الاوليه ازاي نوصل الميه والصرف الصحي للموقع المشروع، وهنبدا تنفيذهم في خلال الايام القليله القادمه بحيث ان احنا نوصل الكلام ده في خلال 3 4 شهور هتكون الميه والصرف الصحي واصلين لحدود الارض. عندنا هي معلش يا فندم، هي البنيه الاساسيه والمرافق دي تبع الدوله، الدوله هي اللي هتنفذها. ده الالتزام الوحيد اللي الدوله بتقدمه هو البنيه الاساسيه للمشروع. تمام. وبعدين والارض وبعد كده النهارده قاعدين بنتفاوض. طبعا احنا اللي وقعناه في وقت المؤتمر هو كانت مذكره التفاهم، فطبعا دي لازم تترجم بعد كده الى عقد. وحضرتك عارفه مذاكره التفاهم يا دوبك بتبقى يعني مجرد اسس بسيطه بنتفق عليها، ولكن لازم بقى نبدا يعني كمكاتب قانونيه واستشاريين يترجموا هذا الكلام الى عقد تفصيلي ما بين الدوله وما بين الشركه المطوره، وده اللي احنا شغالين عليه النهارده. فاحنا شغالين بالتوازي في كل حاجه. يعني علشان بس حضرتك تبقي يعني الناس بس بنطمن الناس، احنا شغالين في كل حاجه في وقت واحد النهارده في علشان نبدا باسرع وقت طبقا للوجه دي فخامه الريس ان احنا نبدا تنفيذ هذا المشروع في اسرع وقت. احنا كنا فاهمين ان الدراسات والحاجات دي كلها والشغل ده خلص ورحنا شرم الشيخ بيه، لكن حضرتك بتقول لي في استكمال لاشياء بيتم بحثها بشكل نهائي. حضرتك الدراسات اللي احنا عرضناها في المؤتمر شرم الشيخ ده بنسميه معلش احنا كمتخصصين حضرتك بنسميه ده المخطط العام او الماستر بلان بتاع المدينه. ولكن الكلام ده لازم بعد كده يترجم الى رسومات تنفيذيه بقى على الارض علشان نبدا ننزل نبقى عارفين الشارع بالظبط هيبقى مكانه فين، هيبقى عارفين بنحط فين ماسوره الميه. كل الكلام ده بقى دي دراسات تفصيليه لازم كده كده نبدا نعملها. قول لي يا سياده الوزير، هو بقى مذكره التفاهم اللي هنشتغل انها تبقى مشروع او تبقى عقد يتم توقيعه مع الشركه اللي ابدت رغبتها في الاول، ولا برضو المجال مفتوح لغيرها من الشركات وبنشوف العرض الافضل او مين يقدر ينفذ بشكل اسرع؟ لا يا فندم، خلينا بس اقول لحضرتك ان احنا اتفقنا مع الشركه المطوره ان هيبقى بننشئ شركه مشتركه، وفي نفس الوقت هذه الشركه المشتركه هي اللي بتنفذ المشروع، وندخل معانا كل الشركات المطوره الاخرى اللي عندها استعداد انها تنفذ معانا. فالمشروع ده مش مجرد شركه واحده اللي هتنفذه، ولكن هو يعني كل مصر ان شاء الله هتشتغل عليه. وخليني اقول لحضرتك برضو احنا قعدنا مع الاتحاد المصري للمقاولين، لان برضو كانت توجيهات فخامه الرئيس ان احنا لازم كل شركات المقاولات المصريه هي اللي تشتغل في هذا المشروع. فقعدنا مع رئيس اتحاد المقاولين واكد لي على استعداد 50 شركه مقاولات مبدئيا على طول هي جاهزه انها تبدا اول ما هنطلق عمليه التنفيذ انها تبدا تشتغل معانا فورا. تمام. وحطينا بقى يعني ان شاء الله هيبقى في اجتماع قريب جدا مع هذه الشركات. تمام. عشان نبدا نحط كل الخطوات. طيب فيعني انا بقول لحضرتك ده كله بنتكلم في اقل من اربع اسابيع. معلش مستعجلين ونشد عليكم برضو ونشتغل اسرع علشان حضرتك عارف الناس نفسها يعني تفرح بحاجه تتحقق على الارض، والمشروع ده طبعا مهم جدا احنا نشوف ثماره ونشوف الشغل فيه باذن الله.